القضية الفلسطينية، يعني القضية الفلسطينية كنعتبروها أولا قضية إنسانية عادلة، والشعب المغربي والشعوب كامل العالم، ماشي فقط العربية ولا الإفريقية ولا الإسلامية، بل حتى الشعوب الغربية تتضامن مع هاد الشيء اللي وقع في الحرب ديال غزة، هاد الإبادة الجماعية ديال الكيان الصهيوني أو للسرطان الصهيوني، اللي الحل دياله هو يتقتلع من جذوره. لا يمكن يبقى الأمن في العالم وفي الشرق الأوسط ما حد الكيان الصهيوني اللي هو كيان عنصري، اللي دابا كيفكر يبني يعني دولة دينية، ما كيهضرش من دولة مدنية ديمقراطية وإلى آخره. هاد القضية الفلسطينية اللي حنايا في المغرب، ويمكن تستعمل، حنا كندعموا القضية الفلسطينية، خاص تلعب دور القضية الفلسطينية داخل التغيير في المغرب وفي الدول كاملة الرجعية اللي فيها الاستبداد هو اللي كيحكم. القضية الفلسطينية كنعتبرها أنا شخصيا أنها انفجار ديال التوتر، ديال واحد الحرب عالمية بدات في أوكرانيا، أوكرانيا وفي وسط الغرب، يعني في الاتحاد السوفيتي ما قريبا لأوروبا، ولات حرب داروس، ما هذاك هو المحور ديال الحرب العالمية اللي غادي الآن. وهذا التوتر ديال هذه الحرب الأوكرانية انفجر في البداية في أفريقيا، في عدة دول يعني جرات مثلا على فرنسا اللي هي مع الامريكان في الحلف، نفس الحلف، وهزين الصور ديال بوتين، وهذا الشيء راه اصطفاف جديد في العالم. والتحالف اللي كان يعني اللي تكون دابا ما بين روسيا والصين والهند جنوب افريقيا، وفيه واحد العدد ديال الدول يعني اللي البرازيل، وهذا تحالف جديد اللي ولا خدام باش يكون اقطاب او لا قطبين في العالم، اللي يكون واحد التوازن، يعني على الاقل تردع شويه يعني الولايات المتحده والحلفاء ديالها، وخاصه اوروبا اللي هما ديليين لهاد الدوله الامريكيه. اذا الانفجار ديال التوتر في اوروبا، في افريقيا، ديال الحرب الاوكرانيه اللي حرب عالميه، هو نفسه اللي كيبان لي انايا انفجار اخر في الشرق الاوسط وخصوصا في غزه. كيفاش يعني راه كنشوفوا دابا شكون الحرب ما بين من ومن، ما بين يعني خصوصا يعني اسرائيل والحلفاء ديالها، خصوصا الامريكان وبريطانيا والمانيا على هادو على الاقل هادو. ومن جهه اخرى كاينه ايران، كاينين المحور ديال المقاومه، كاين حزب الله، كاين الحوثيين، كاين اليمن، وكاين دول اخرى التي تساعد وكتساهم حتى هي في هذا التحالف اللي مع ايران. وكيتبين الان لحسن الحظ يعني انه المقاومه توحدت في بكين في الصين، يعني الاتفاق اللي دار في الصين ما بين 14 مكون فلسطيني من المقاومة الفلسطينية، تلاقاو وداروا واحد الاتفاق من بين البنود ديالو، هي اولا يعني حق الشعب الفلسطيني في المقاومة، اتفقوا عليه كاملين، وان الحل ديال القضية الفلسطينية ما يمكن يكون الا في الامم المتحدة، يعني كيقطعوا طريق على دوك المساومات اللي الامريكان كتهضر انه غيكون تفاوض، تدخل شويه، يبغيو يجروا مصر من هنا ولا الاردن ولا غيره باش يديروا شي اتفاقات اخرى ديال الهدنه وكذا الى اخره، لادامه هاد الاستعمار الغاشم، الاحتلال الغاشم ديال هذا. اذا تقطع الطريق على هاد الاتفاقات اللي كتوقع بحال ديال اوسلو، ما غاديش يبقى هذا الشيء، غيبقى الان في بكين، في الاعلان ديال بكين قالوا انه غادي نبقاو
في الأمم المتحدة القرارات حق العودة ديال الفلسطينيين 194 قانون يعني القرار 194 وأنه حتى منظمة التحرير الفلسطينية غيلقاو حلول بيناتهم باش تكون تشكل فيها كاع الفصائل 14 ديال المقاومة الفلسطينية وهذا شيء يعني ممتاز لعبت فيه الصين يعني دور كبير مهم جدا في هذه الوحدة ديال المقاومة وأيضا حتى يفكروا يديروا حكومة مؤقتة وطنية في فلسطين ويعني هذا اتفاق موقع ما بين هذه الأطراف كاملة 14 ديال المقاومة الفلسطينية وحنا في الحزب الاشتراكي الموحد يعني معنا عندنا موقف مبدئي الإدانة يعني المبدئية للمجازر يعني الإسرائيلية في غزة ولا في القطاع في الضفة الغربية ولا في هذا وما يمكن لينا إلا ندينوه ونطالبوا كما يعني دابا القوى الفلسطينية كيهضروا على حل الدولتين فحل الدولتين إلا بغوه الفلسطينيين يعني احنا كنساندوه وحتى في الاتفاق ديال بكين راه كيهضروا على هاد يعني بليزوما الحل ديال الدولتين للعاصمة ديالها القدس الشريف كيف يعني اللي الغرب اللي هو يعني والأمريكان كاع القوى الغربية كيفاش كنشوفوهم الآن دوك القيم اللي كيقولوا العالم الحر ديال الحرية ديال إلى آخره كيظهر أنه الانحياز ديالهم القتلة الصهاينة كيتفضحوا أمام الرأي العام العالمي أنه ما كاين لا حرية لا عالم حر لا عدالة لا قانون دولي لا إلى آخره احنا تيبان لنا أنه هاد توجه الاستقطابات اللي في العالم كامل غادي ترتقي من بالقضية الفلسطينية من صراع عربي إسلامي إسرائيلي يعني من صراع عرقي ديني ياك غادي ينتقل هاد الشيء يدوز الأمم المتحدة باش تلامس القضية الفلسطينية البعد ديالها العالمي تما غادي تلقى الحل ديالها في يعني الأممي ديال القضية الفلسطينية ونتمنوا أنه دابا الآن يعني الاغتيالات السياسة الاغتيالات ديال إسرائيل اللي اغتالت اللي هي تاريخيا كتغتال يعني القيادات بأي مكان كان عندهاش هي الحدود يعني قتلت أبو جهاد في تونس قتلت قتلت مؤسس حماس أحمد ياسين وقتلت الرنتيسي في نفس العام 2004 جو بونس وسممت الآخر الرئيس اللي تابعه مشعل سممته في الأردن ودابا قتلت حماس في طهران في قلب طهران يعني هذا الكيان الصهيوني ما عندوش ما كيشوفش ما عندوش الحدود ديالو كيقتل الناس بواحد الطريقه بشعه مفضوح امام الراي العام وكل شيء تشوف التضامن والاجماع سواء الاجماع الفلسطيني حول مثلا الادانه ديال اغتيال هاني اسماعيل هنيه و الترحيب بيحيى السنوار باش يحطوه هو الرئيس ديال حماس ويحيى السنوار اللي كان عارفوا انه كان اسير لمده ديال عقدين الى قلت الى ما خدنيش الذاكره وتطور في الميدان ويمارس السياسه في الارض في غزه وعنده علاقات طيبة مع المقاومة المكونات المقاومة الفلسطينية كاملة هذا الجواب اللي أعطت حماس في والمقاومة في يعني في ظرف وجيز باش تحط السنوار هذه رسالة للكيان الغاشم السرطان الإسرائيلي ولا الأمريكان وحلفائها أنه وأن المقاومة في الأرض هي اللي غادي تلقى الحل للقضية الفلسطينية وهذا الشيء حتى الإعلان ديال بكين راه فيها ما يفيد هذا الشيء وأن أيضا حتى يعني ذاك القيادة في الخارج
السياسية ديال حماس خصوصا في قطر، دابا القيادة في مركز المعركة في غزة وستنتصر بفعل يعني المقاومة البسيلة والوحدة ديال الفصائل الفلسطينية اللي لعبت فيها بكين، لعبت دور كبير. وهذا الشيء ماشي غير جات بكين، يعني راه حلف آخر مناهض للحلف ديال الرأسمالية الأمريكية والحلفاء الدوليين لها. يعني حنا تيبان لنا القضية الفلسطينية الحل ديالها ستجده في الأمم المتحدة كقضية عادلة لشعب احتلت أرضه، يعني من وعد بالفور ديال بريطانيا إلى آخره إلى آخره. دونك هذه هي بالنسبة للقضية الفلسطينية، وكنشكر. ما تنساوش تتابعونا في قناة اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديد، ديروا شير الفيديو وبارتاجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.